أربعة أيام مدة المقطع هذا، عشان تخلص المقطع ذا لازم تشوفه أربعة أيام. يا لطيف. سلام عليكم يوتيوب جديد، بدأ المقطع صنع قلم صار سلم على بير محمد. مكان جديد وزاوية أخرى، مو مكان جديد معلش، بس سوري زاوية تصوير جديدة يا الربع، مكان جديد. يا ليل ايش فينا على مكان جديد انا؟ اما ما تعرف تشرح لو سمحت. مو ما اعرف اشرح، شوف انت اوريدي باين نص وجهك في الكام، ومع ذلك بسبب اللي نقلك ريحنا الله يوفقك. اليوم يا جماعة الخير بهذه الزاوية الجديدة ان شاء الله راح اسوي لكم مقاطع من نفس هذا النوع، فاذا انتم تحبون هذا النوع حطوا لايك عشان اعرف. بيني وبينكم ابغاكم تكتبوا لي مواضيع اسوي عليها تغطيات بنفس هذا المود بالكومنتات، ساعدوني ها، ساعدوني عشان ما اسحب على السلسلة، لاني انا متى اسحب على السلسلة اذا تورطت ما عاد عندي افكار، فساعدوني اكتبوا لي في الكومنتات اوكي؟ شكرا. كلنا نعرف مقاطع اليوتيوب كيف احيانا تكون حلوه لكن مدتها غثيثه حرفيا، يعني انا احيانا انزل مقطع فكرته حلوه لكن احيانا اشطح بالكلام الزايد ولا اي شيء ويصير مدته نص ساعه، انا بنفسي امل اسحب عليه. هذا مقطعنا لليوم، اليوم عندنا قائمه باكثر واطول مقاطع موجوده على اليوتيوب، لا تقول لي في اطول منها مستحيل، الا اذا في شيء انا سهيت عنه وانا ابحث الله اعلم. فبسم الله خلونا نبدا مع اول مقطع عندنا في هذه القائمه ونقول بسم الله. المقطع الأول اللي عندنا في هذه القائمة هو عبارة عن شخص جاب القاموس الإنجليزي يا جماعة الخير وقاعد يقراه في مقطع متصل في جلسة واحدة على كرسي مرة واحدة كذا، جلس وقاعد يقرأ ويتكلم لمدة 9 ساعات متواصلة. يا بجد الخير مدة المقطع حق الشخص هذا 9 ساعات و14 ثانية. نشر المقطع هذا قبل 4 سنوات تقريبا، وبصراحة أظن المشاهدات اللي جت على المقطع ذا خيبت ظننا، لأن أتوقع ذيك الفترة كان في زي الهبة كذا اللي الناس تنزل أشياء فيها يعني يكسرون أرقام قياسية لما يسوون أشياء كذا في مدة مقطع طويل، فما جاب إلا 114,000 مشاهدة فقط. أتوقع أنه أنقهر وقتها على هذا الدعم. والشيء اللي جد أكثر أنه 114,000 متابع أو مشاهدة بس 3200 لايك. واو والله شيء يقهر صراحة مقابل الجهد اللي هو سواه، اللي ما ادري ليش سواه اصلا، شيء يقهر. ولكن هذا واحده من المقاطع الطويله اللي موجوده على اليوتيوب، راح احط لكم الحين جزئيه بسيطه 5 ثواني 6 ثواني عشان تفهمون الفكره حقت هذا الشخص لما سوى هذا المقطع الغريب جدا. يو بان يوبيكوريس يو بو يو سي اي اس يو دي اي اتر يو دي ار يو اي اف اي يو اف او. تذكرون الميمز اللي نزل قبل يمكن سنه ونص، بيكمل اتوقع سنتين، قريب بيكمل سنتين، اللي هو حق ميمز باليز، لا باليز، عرفتوهم هذولاك؟ يب. هذا المقطع الثاني عندنا في هذه القائمة، في شخص واضح انه فاضي حب انه يضيع وقت الناس وسوى مقطع لباليز ولا مدته 10 ساعات. حرفيا المقطع لما تخش بس مكتوب باليز لا باليز لا حرفيا، والمقطع جاب 305,000 مشاهدة و10,000 لايك. فاتوقع انه شوفوا بيني وبينكم هذا ما اظن له تعب مرة زي صراع القاموس، صراع القاموس مسكين 9 ساعات يا لطيف، 9 ساعات قاعد يقرا، هذا اتوقع بالمونتاج قاعد يعدلها، بس الله اعلم كيف قاعد من جد يرندرها، الرندر والمونتاج احس الجهاز حقه انحرق والله اعلم. صراحه ما ادري هل في احد منكم حيقعد يتابع المقطع هذا مدته 10 ساعات هم يقولون باليز لا، لكن انا بالنسبه لي مستحيل اضيع من حياتي 10 يا رجل دقيقه على هذا المقطع، نفس الفكره كذا المكرر، كيف بالك ب 10 ساعات؟ وعشان تفهمون الصوره اكثر راح احط لكم الحين جزئيه بسيطه عن المقطع، وصدقوني العشر ساعات كلها زي كذا. باليز لا باليز لا باليز لا. المقطع اللي بعده هذا الشخص صراحة سوى شيء مجنون، 20 ساعة مدة المقطع حقه، 20 ساعة يعني باقي له 4 ساعات بس ويكمل يوم كامل، نزل مقطع على اليوتيوب مدته 20 ساعة، والمقطع عبارة عن الاس ام ار، أغلبكم يعرف الاس ام ار، طبعاً المقطع هذا نزل في عام 2015 قبل 5 سنوات وعليه 4,407,000 مشاهدة و60,000 لايك، يعني تفاعل لا بأس به على المقطع، اللي أنا مستغرب منه إنه منزل اس ام ار للنوم والاسترخاء مدته 20 ساعة، يعني ماني عارف مين الشخص اللي بيقعد ينام 20 ساعة، أنا صراحة ما أنام على هذه المقاطع نهائياً. بس احس انه هذا الشخص احس تعب من جد لما رندر المقطع، لما منتج المقطع، لما رفع المقطع على اليوتيوب. يا لطيف كم بيكون حجمه؟ كم يعني الحين عاده المقاطع عندي اللي يكون حجمها مدتها مثلا 10 دقائق يكون حجمها تقريبا 3 جيجا ونص، فما بالك ب 10 ساعات؟ يا لطيف ما ادري كم قاعد يحمل المقطع على اليوتيوب هذا. انا جاني سؤال، 4 مليون، هنا في صورة 4,400,000، انتوا ايش تسوون في حياتكم؟ 4,400,000 قاعد تشوفون المقطع 20 ساعة، انتوا فاضيين؟ هذا واضح انه فاضيين حرفيا. واو
هذا اقدر اقوله. الحين راح اخليكم على جزئيه بسيطه من المقطع عشان تفهمون الشيء اللي انا قاعد اقوله الحين. الشيء الغريب هذا بصراحه اللي موجود على اليوتيوب. المقطع اللي بعده من قناة الآن أصبحت مشهورة، ولكن نزل المقطع هذا قبل 3 سنوات وما كان مشهور نهائيا، والله أعلم أنه كانت هذه بداية انطلاقته أصلا في اليوتيوب بعد الله. طبعا هذا المقطع اللي أنا بقوله لكم الآن، هذا الشخص قبل 3 سنوات نزل مقطع مدته 24 ساعة أو عشان أكون دقيق 23 ساعة و48 دقيقة، وهو حرفيا جالس وقاعد يعد من رقم 1 إلى 100 ألف بس كذا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لين يوصل 100 ألف. أنا لوني أنا بلخبط أصلا. فمدة المقطع حقه كانت 23 ساعة، لكن كاتب تنويه في بداية المقطع إنه أساسا مدة المقطع كانت 40 ساعة، لكن لما حط المقطع في برنامج المونتاج البريمير نزلوا إلى 24 ساعة، فاضطر إنه في أجزاء خلاها مسرعة عشان ما يقص أي لقطة من المقطع. فتخيل إنك قاعد صح 40 ساعة وقاعد جالس وتتكلم لا تنام ولا أي شيء، باين أصلاً الإرهاق عليه. الشخص هذا اسمه مستر بيست، أتوقع أغلبكم الآن يعرفه، قناته صارت مشهورة جداً ومعروف جداً. يوم نزل المقطع هذا والله ما أدري كم كان عنده مشترك، لكن كانوا مشتركين مرة قليل، لكن الآن عنده 52 مليون مشترك. يا لطيف النقزة كيف. وصح قبل لا أنسى، عدد المشاهدات على المقطع حقه هذا لما عد من 1 إلى 100 ألف 21 مليون مشاهدة، وتقريبا قريب المليون لايك، 929 ألف لايك. يا لطيف الناس كيف فاضية. ما أتوقع أنه في أحد شاف المقطع كامل، مستحيل تقولي أنك يوم كامل قاعد تتفرج كذا، مستحيل مستحيل. الحين راح أخليكم مع لقطة بسيطة من المقطع حق مستر بيس هذا عشان تفهمون مدى التعب اللي هو سواه. 99,998. Make sure you like the video. Drop a comment. 99,999. 100,000. المقطع الخامس عندنا اليوم جاب 11 مليون مشاهدة وأكثر من 200,000 لايك لشخص مدة المقطع حقه يوم كامل. كذا لما تدخل على اليوتيوب مكتوب رقم 1 0000000000، يعني 24 ساعة بالملي. طيب ايش كان يسوي في المقطع يا ترى؟ حرفيا قاعد يلعب ماينكرافت فقط. قاعد يلعب ماينكرافت يا جماعة الخير. بداية المقطع كان متحمس وكان يلعب عادي، بعدين في الأخير بدأ يرهق وبدأ يتعب، فقرر إنه يعلق إصبعه على الماوس، هو يكسر في كهف كيفينج ألين وصل للأخير ومات، وانتهى المقطع على كذا، بس مدته كانت 24 ساعة وهو يلعب ماينكرافت. ما أدري هل أخذ رقم قياسي في الشيء ذا ولا لا، لكن المفروض ياخذ احس. ولكن دقيقه، 11 مليون ادم قاعدين يشوفون المقطع هذا، يا لطيف يا لطيف، كم ضيع وقت بشر يا جماعه الخير. ترى مقطع نزله قبل سنتين يعني توه قريب، فشيء عجيب جدا. عموما الحين راح اخليكم تشوفون جزئيه او لقطه من المقطع حقه عشان تفهمون ايش الشيء اللي انتم بتشوفونه. المقطع اللي بعده السادس عندنا، صراحة المقطع هذا نوعا ما غريب، ومن جد من جد الشخص هذا أتوقع أنه حرفيا فاضي. ليه؟ نزل مقطع مدته 24 ساعة يوم واحد، يعني يوم 0000 زي حق ماينكرافت، ما في فرق. لكن إيش المقطع عنه؟ 24 ساعة من الصمت المطلق، شاشة سوداء فيها نقطة بيضاء، حرفيا ما في صوت ولا أي شيء ولا أي حاجة. تبغى تشوف صمت وتشوف فراغ، شوف هذا المقطع. لكن ليش انا قلت انه قناه غريبه او مقطع غريب؟ الغريب في قناه الشخص هذا اللي من جد فضاوته غير طبيعيه. الشخص هذا من قوه الفضاوه لما تدخل على القناه حقته، تدخل على الفيديوهات تلقاه منزل مقاطع من قبل 5 سنوات وحرفيا كلها عباره عن صمت، وكاتب دقيقه دقيقتين 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق 6 دقائق الين وصل 24 ساعه. هل لكم أن تتخيلون يا جماعة الخير؟ إنسان فاضي، طبعا بدأ من 1 ثانية و15 ثانية، فضاوة غير طبيعية وكلها نفس الفكرة، شيء عجيب جدا. وبعطيكم الحين لقطة من الجزئية من مقطع الصامت اللي أصلا غريب كذا بس صمت ترى حرفيا. لكن قبل ما أحط لكم لقطة، أنا ما أدري إيش كمية الفراغ اللي كان عند الشخص هذا، ما أدري هو كان يفكر في إيش. صراحة أنا أشوف إنه شخص غريب نوعا ما، ويعتبر هو أغرب قناة عندنا هنا. الباقيين أوكي سووا مرة واحدة، بس أنت مسوي لي قناة أكثر من 185 مقطع كلها نفس الفكرة. يا الله يا الفضاوة. خليكم على الجزئية الحين، وغريب جدا جدا جدا.
المقطع اللي قبل الأخير عندنا جاب 2,900,000 مشاهدة، أكثر من 60,000 لايك. طيب على إيش ما شاء الله 2,900,000؟ ما شاء الله، يعني على إيش يا يوسف؟ عبارة عن مقطع مدته 100 ساعة، 100 ساعة، 4 أيام مدة المقطع هذا. عشان تخلص المقطع ذا لازم تشوفه 4 أيام يا لطيف. طيب إيش فكرة المقطع هذا يوسف؟ فكرة المقطع هذا عبارة عن كرة أرضية ومكتوب فوق عداد، عداد تنازلي من 100 ساعة إلى 0، بس ما في أي شيء ثاني لمدة 4 أيام. تبغى عداد تنازل لمدة 4 أيام؟ هذا هو مقطعك. 2,900,000 آدمي شاف ما بقول استغرابة، بس هي غريبة والله. خليكم الحين مع لقطة بسيطة من المقطع عشان تفهمون الشيء اللي انتوا راح تشوفونه. يا جماعة جينا الحين عند آخر مقطع، آخر مقطع، آخر مقطع يا لطيف. أنا يوم شفته أقسم بالله ما صدقت. المقطع هذا عليه 2,980,000 مشاهدة. اللايكات والديسلايكات ما هي واضحة، ما هي مبينة هو شايلها، والتعليقات هو شايلها برضه. المقطع هذا تم نشره قبل 9 سنوات، عام 2011، مدة مرة كبيرة. طيب يوسف هذا المقطع عبارة عن إيش؟ أو كم مدته يوسف بالله؟ مدة المقطع هذا 596 ساعة. What؟ 500؟ لا معلش معلش، ونص. ها ونص، معلش شو كاتب كذا بالعنوان؟ 596 ساعة ونص، يعني كم يوم؟ 24 يوم و20 ساعة، هذا مدة المقطع. نعم مدة المقطع 24 يوم، يعني هذا المقطع لو شغلته ورحت سافرت 24 يوم ورجعت تلقى باقي له 20 ساعة وينتهي. والله شيء يزلط. هذا اللي من جد قبل 9 سنوات، يعني الأجهزة كانت مية مرة قوية وقتها، كيف قدر يمنتج المقطع هذا؟ كيف قدر يرندره؟ أظن جهازه أنحرق. كيف قدر يحمل على اليوتيوب؟ كيف اليوتيوب قبل أصلا تنزل مقطع مدته شهر تقريبا يا لطيف؟ طيب يوسف بالله أبهرنا، أصدمنا، إيش محتوى هذا المقطع اللي هو يعتبر أطول مقطع في اليوتيوب كامل؟ إيش هو يوسف محتوى؟ باختصار هذه يدي لونها أبيض وهنا لون أسود، خلاص تخيلوها كذا وقعد كذا بس، ها بس لون أبيض وأسود وقاعدين يسوون فليب، قاعدين يتغير مكانهم بس. بوريكم اللقطة بعد شوية. يا الله يا لطيف، أقسم بالله مصدوم، ترى والله مصدوم، سخافة غير طبيعية وغريب جدا. خليكم تشوفون السخافة مع بعض وننهي المقطع بعدها. اوكي يا جماعة الخير، كذا نكون وصلت مقطع اليوم. اتمنى مقطع اليوم عجبكم، لسه حطون اللايك، اكتبوا لي رايكم على المقطع في الكومنتات، واذا تبغوني انزل مقاطع اكثر نفس هذه الافكار الغريبة حطوا لايك على المقطع هذا، وارسلوا لي على الايميل اللي في الوصف، او اكتبوا لي كومنت عن افكار انا اسويها في القناة بنفس هذا الستايل، بنفس هذا المود اذا انتم يعجبكم، فساعدوني عشان اقدر انزل. صراحة مقطع اليوم غريب جدا، صراحة اتوقع الان اذا انا مو غلطان، ما ابغى افلم من راسي ولا اكيس، ولكن اتوقع انه الليمت الان في اليوتيوب أقصى حد للمقطع من 12 ساعة. هذه المقاطع نزلت زمان، بعضها قبل سنة سنتين، لكن زي هذا آخر واحد 24 يوم قبل 9 سنوات، فكان اليوتيوب عادي تقريبا، أو كان إذا كنت مع بارتنر مع شركة يسمح لك تنزل مقاطع طويلة، لكن الآن أتوقع الليمت هو 12 ساعة. ما أدري، صحوا لي في الكومنتات إذا أنا غلطان، ولكن أتمنى هذه القائمة اللي جبناها اليوم عجبتكم، لا تحطون اللايك، تكتبوا لي رأيكم على المقطع في الكومنتات. بصراحة المقطع جدا حلو، فيه معلومات تصدم، كمية سخافة في المقاطع اللي شفناها مع بعض. أتمنى المقطع عجبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، لايكك يعني أكمل في هذه الزاوية مقاطع مختلفة زي ما شفتوا اليوم. كما كم يوسف، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سلام عليكم.